يقول ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد أن نصبر وأن نحتسب. يقول نبينا صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أصابته مصيبة فقال الحمد لله. الصوت رجال الرجال الصوت أخوانا. يقول ربنا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أصابته مصيبة فقال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا وأبدله الله خيرا منها. فأوصي الأسرة الكريمة أن تصبر وأن تحتسب وأن لا يتكلموا إلا بما يرضي الله تعالى.